هذه هل جائز التسبيح فيها أم لا؟ نحن طبعا لنا كلمات حول هذه المسألة نشرت في أكثر من كتاب، والذي أذكره الآن هو سلسلة أحاديث الضعيفة والموضوع. هناك كنت خرجت حديثا بلفظ نعم المذكر الصبح وخرجت هناك من مسند الفردوس الديلمي وبينت ضعفه من حيث إسناده ثم وضعه من حيث متنه من وجوه كثيرة، منها أن لفظة السبحة في اللغة العربية هي تعطي النافلة الصلاة، أما الوسيلة الآلي هذه لا تعرف في اللغة العربية، فهي دخيلة في اللغة العربية بمعنى الآلة التي يسبح بها. فالذي ثبت عن الرسول عليه السلام يغنينا عن استعمال السبحة بل وعن استعمال العد بالحصى كما روي عن بعض المتقدمين. ونحن دائما في آلات يضغطها دائما كذا، هي بدعة أخيرة هي. الله أكبر. صحيح. فالعقد بالأنامل أمر الرسول عليه السلام بذلك وقال فإنهن مسؤولات ومستنفقات يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والخلاصة لا هدى ولا هدية بعد هدى وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدى هدى محمد. وكثير من الناس في هذه المناسبة يستريحون إلى القول بجواز السبحة، قال لأنها تساعد المسبح بها على العد بدقة. نحن نقول كما جاء في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فلو كان هناك في الشرع وسيلة للعد الذكر وإحصائه خير عند الله تبارك وتعالى من العد بالأنامل كان ما ينسى ربنا، وما كان ربك نسيا، أن يشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوسيلة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنني ألمس الحكمة السلفية التي تقول ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة، وهذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن السند ضعيف. فأنا ألمس لمس اليد هذه الحقيقة، ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. الذين احتاجوا إلى استعمال السبحة ما هو إلا لأنهم اخترعوا قبل استعمال السبحة أعداد ضخمة جدا فعلا لا يمكن إحصاؤها بالأنامل. الأذكار نعم في شيء يسموه ألفية وأربعة آلاف
قل والله احد كذا، هذا كيف بده يحصيه الا بالحصى او بالشبهه التي تنوب عنها. لكن الشرع لا يوجد فيه مثل هذا العدد الضخم. نعم يلا بسم الله. بعد الصلاة ان شاء الله يكفي، بارك الله فيك، يكفي مشان نستريح شوي. يعني الجواب ما ترى لا ما تسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ألفت انتباه الإخوة المستمعين إلى أن الشيخ يتكلم باللغة الألبانية في هذه الجلسة لأنها معقودة مع إخوة من يوغوسلافيا وألبانيا في المدينة.